معي تنضم إلي الناشطة السياسية أسماء محفوظ. ألو، أسماء، أنت في هذه المسيرة؟ أنا دلوقتي قدام مسجد النور. نعم. بنضرب بأبشع الأساليب بالسيوف والطوب، وفي إصابات وما عندناش إسعاف. عايزين نجدة، عايزين، الناس هنا بتموت، الناس غرقانة في دمها وبتموت، عايزين نجدة. الناس دي ما هتروح بتغرق في دمها. بلطجية طالعين علينا مش من الأهالي، وبخطة واضحة من امبارح. البلطجية دول عاملين بيهجموا علينا من كل حتة، والجيش بيحميهم، جيشنا بيحميهم للأسف. كيف للجيش أن يحمي معتدين؟ يعني من هؤلاء المعتدون إذن؟ إحنا دلوقتي جايين بمسيرة سلمية تماما من ميدان التحرير لحد هنا مسجد النور. لقينا سلك شائك، وكان والدبابات موجودة والضباط موجودين، وابتدينا نتكلم معاهم وقلنا لهم احنا مش ضد الجيش واحنا مش ضدكم، احنا ضد فساد المجلس العسكري اللي بيتسطر على مبارك ورموزه. فوجئنا ببلطجية بالطوب، بطوب دبش وبالسيوف، والجيش ابتدى يضرب رصاص الهواء فوق. طيب في ظنك أسماء، إلى من ينتمي هؤلاء البلطجية؟ أكيد أكيد تبع طنطاوي والرواني، عمال بيحذرنا من الصبح وبيحذرنا على الجزيرة. الشاشة دي كان بيحذرنا عليها، أكيد البلطجية بتاعته. صباع الزنجاري اللي كان بيحذرنا بيه واضح دلوقتي. لكن ما هو دليلكم على ذلك يعني؟ هذه مجرد تخمينات. الدليل واضح قدام العين، ده مش محتاج دليل. كل التهديدات اللي بيهددها وبيقول على 6 ابريل بلطجية، وإن إحنا اللي معانا مولوتوف من الصبح بيقول إن إحنا 6 ابريل بلطجية. إحنا جايين سلمية تماما، معناش إلا إزايز مية بلاستيك. نيجي نلاقي السيوف والناس دي جايين عاملين بيمشونا، بيقولوا لنا تبعدوا من هنا، وابتدوا بالضرب من كل حته. لكن محمد عادل منذ قليل كان موضح النيه تماما انكم ستعودون ادراجكم الى ميدان التحرير في حوالي الساعه 7. لماذا يهاجمكم المجلس العسكري وهو يعلم انكم ستتركون هذه المسيره وتعودون الى ميدان التحرير؟ انا مش سامعاك، بس دلوقتي في شهود عيان شافوا البلطجيه كان ورا الجيش، والجيش اللي عداهم من الجنب من الشوارع الجانبيه وطلعوا علينا. فاعتقد ان ده دليل كافي. دلوقتي مين اللي مسؤول عن دمنا؟ انا بحمل المسؤوليه كامله لطنطاوي والرواني والفنجري وكل الشله بتاعت المجلس العسكري. بيخطئوا بنفس اخطاء مبارك بنفس الطريقه. الناشطة السياسية أسماء محفوظ، شكرا جزيلا لك، كانت معنا شاهد عيان في المسيرة المتجهة إلى مقر المجلس العسكري والتي قام بعض المجهولين بالاعتداء عليها.